أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أحد غير الأنبياء والرسل يرى الله جل وعلا في المنام؟ وهل تكون الرؤيا حق؟ الرؤيا لها خاصية، الرؤيا لها خاصية، والله أعلم هل بإمكان كل أحد أن يرى الله في المنام أو لا، أو هذا خاص بمن قوي يقينه وإيمانه وأكرمه الله بالرؤيا، الله أعلم. نعم.